ويروى ذلك عن الإمام أبو زيد رحمة الله عليه. شيخ أبو زيد آخر أيامه كذلك انتنت رجله في بهلاء، وقبل أن يموت حتى أن أحد الناس أخبرني قال زاروا بعض المشايخ هنا لقضية من القضايا، ودخلوا عليه في تلك الحجرة فقال لهم خرجوا، لأن يقول رائحة الخياس، يقول حتى انتنت رجله. ويقال إنه كان كذلك إذا خرج أعادها، يقول هذا رزق الله لها، هذا من فضل الله عليها، ولا يشكو إلى أن مات رضوان الله عليه.